هذا اليوم هو منتوج 100% طلابي، بانهم تعلموا كيفاش ينظموا، كيفاش يحتفلوا، وميم طون كيفاش يديروا البرامج الى اخره. وكنشكركم نتوما على المواكبه ديالكم كلي ريبريزونطون ميديا ديال جميع المنابر اللي دائما متواجده معنا، وكنشكركم جزيل الشكر على التغطيه ديالكم اللي كتمكننا اننا نشجعوا ونقوموا. ان شاء الله احنا مقبلين على الشهر المبارك، وكنتمنى لكم ولجميع المغاربه بهاد الفرصه رمضان كريم للجميع. رمضان احنا بالنسبه لنا هو رمضان ديال الاشتغال ان شاء الله، وغادي نقوموا بحال اللي قمنا بالعام اللي داز، سكون ابل لي فوروم رمضانيسك، منتديات شهر رمضان، من خلالهم غادي نتواصلوا مع مجموعه من الفاعلين، وغادي نتواصلوا مع الطلبه ديالنا عن بعد. هاد لي فوروم وهاد المنتديات غادي نديرهم بالمساء ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش اون ميم طون نوروا الطلبه ديالنا حول مجموعه ديال القضايا، لا الوطنيه ولا الاقتصاديه ولا الجهويه، وكذلك كنتفاعلوا معهم وكنشجعوهم كذلك انهم يبقاو في ديورهم ويحترموا الاحتراز ويحترموا حظر التجوال اللي غادي يكون ان شاء الله ابتداء في رمضان ابتداء الساعه الثامنه. رادون الحمد لله تقريبا 90%، لان الطلبه ديالنا بذلوا واحد المجهود وتفاعلوا بواحد السرعه وواحد الايجابيه كنشكرهم عليها، لان من يوم الى اخر مرينا من تعليم حضوري الى تعليم عن بعد، وحنا استطعنا الحمد لله ان نديروا استعمال الزمن 100% عن بعد السنه الماضيه، وبفضل تضافر الجهود ديال السيدات والساده الاساتذه، وكذلك السيدات والساده الموظفين التقنيين الاطر الاداريه والتقنيه والطلبه كذلك، تمكننا اننا الحمد لله نقوموا بالواجب ديالنا على احسن وجه، والنتائج كانت الحمد لله مرضيه، وانتمناو ان حتى النتائج تستمر الى هذه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. معكم ولي علامي اسماء، طالبه في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير سنه رابعه، شعبه اللوجيستيك. اذا حنايا اليوم كنحتفلوا باللغه الانجليزيه بما انها لغه مهمه جدا وخصها تكون عند كل طالب، وهي مهمه في حياه كل طالب بما انها عالميه ومعترف بها على النطاق العالمي. اذا حنايا كطلبه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير كنقوموا بهذا الحفل السنوي ولا الاسم ديالو انجلش داي، تحت رئاسه ديال جامعه سيدي محمد بن عبد الله، اللي كنشكروا رئيس الجامعه على انه المساند الرسمي ديالنا دائما وابدا في جميع المبادرات اللي كنديروا في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. كما انني كنشكر جزيل الشكر استاذ حسني يوسف حسني على هذه المبادره الطيبه اللي تعطيها لنا، ومن خلالها الطلبه كيبينوا وكيبرهنوا على المهارات ديالهم في جميع الميادين الثقافيه وبما في ذلك الموسيقى، المسرح، و القدره على التحدث امام الجمهور. اذا تنشكركم جزيل الشكر على القدوم ديالكم في هذا الحفل الثقافي. هذا نشاط طلابي دونك تيسهر على تنظيمه اكثر من 50 طالب، والان تيقدموه امام جمهور اللي تيتجاوز 300 ضيف، و هاد الطلبه يعني اشتغلوا عليه مده طويله وتحت اشراف طاقم تربوي واداري طبعا من طرف اداره المؤسسه. الانجليزيه هي لغه الاعمال، الانجليزيه هي اللغه الاولى في العالم في مجال الاقتصاد، وحنا الطلبه ديالنا هم مسوسين بشكل مباشر بهاد المساله هذه، لان تخصهم يتقنوا اللغه الانجليزيه باش يندمجوا بشكل اكبر في سوق العمل. هي دعوه ايضا للتحسيس باهميه اللغه الانجليزيه وبضروره اتقان طلبه اللغه الانجليزيه، بل انهم هاد الطلبه حنا تدفعونا كاساتذه وكاطر اننا حنا نجتهدوا باش نحاولوا نجاريهم في هاد التطور. سميتي فاطمه زراح منصي، طالبه سنه ثالثه بمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بفاس. احنا اليوم بصدد احياء ما يصح ان نقول عليه كانه تقليد سنوي الانجليش داي بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. الانجليش داي هذه السنه التيم ديالو هو لو ماروك كوم اكسبسيون، المغرب، نحتفي بالمغرب بتقاليده بكل تفرداته بكل ما يمتاز به المغرب. محمد اسماعيل مهم، طالب السنه الثانيه في جامعه سيدي محمد الله بمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير تابعه لجامعه سيدي محمد الله بفاس. مهم اليوم نظمنا انجليش داي. كنشكر رئيس الجامعة اللي تحنا الفرصة هذا اليوم العالمي للغة الإنجليزية، وكنشكر السيد المدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، وكذا الطاقم الإداري والتربوي التابع للمؤسسة، وكنشكر جميع الطلبة المنظمين الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم الدراسي. سميتي خولة بوزياني، كنقرا في دوزيام أنا ديال العين سي جي دفاس.
اليوم عندنا واحد ليفينمون اللي هو الانجليش داي، عندنا لا 4 اديسيون ديال الانجليش داي. داز نهار زوين، كان نشاط، كان تياتر، كانت لا كورال، كانوا دي كونفيرونس اسوري بار دي بروف، هضروا لنا على دي سوجي. مثلا بروف هضرت لنا على دو مروكان لايف ستايل، سي ان سوجي اللي مهم اللي خاص الاجانب يكتشفوا التراث المغربي ديالنا ويكتشفوا الثقافه ديالنا. كانوا هنايا ناس برانيين اللي حضروا. مريم الدويره، طالبه بالسنه الثالثه بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير. احنا اليوم هنايا كنحتفلوا بالانجليش داي اللي هو اليوم اللي كنحتفلوا به باللغه الانجليزيه والاهميه ديالها في المجتمع ديالنا وفي المسار الدراسي ديالنا. هذه الدوره الرابعه ديالو، كانت الدوره الثالثه السنه الماضيه اللي كان لي الشرف انني نحضر لها حتى هي، والحمد لله هذا الشيء في تطور مستمر، لا من ناحيه المواهب اللي كنكتشفوها كل عام واللي كتشارك في هذا الحدث هذا، لا من ناحيه التنظيم اللي كيكون نهار على نهار، زعما عام على عام ودوره على دوره، كيكون تنظيم احسن وبجوده عاليه. كيحضروا معنا جميع الفئات، كيحضروا معنا اساتذه، كيحضروا معنا ناس اطر عليا، تلاميذ تخرجوا من هذه المدرسه وتلاميذ اللي هما اللي كيديروا هذا الحدث هذا ومازالين كيقراوا في هذه المدرسه هذه، ولينا الشرف اننا نكونوا جزء. وكنبغيو نوجهوا تحيه للناس الصاهرين، المؤسسه ديالنا، الاطر ديالنا اللي ونعم زعما كيعلمونا اننا كيفاش ننميو فينا القدرات اللي هي من غير الدراسه، من غير داكشي اللي هو اكاديميك، كيعلمونا حوايج وحدين اخرين اللي غنحتاجوهم حتى هما بالموازات مع المعلومات والاطار البيداغوجي حتى هو. وهادشي ما كيخلينا الا اننا نكونوا فخورين بالانتماء ديالنا للمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بفاس.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.